المهم البنات، عطي هاد المقدمه درتها شحال من مره، والله عطي لساني تلوى عليا هاد الايام هادي. ما شاء الله راه دابا 9 ايام باش ما بقيت حتى شي فيديو، وصراحه جاتني البنات في شكل والله عطي شداني بكيه وشداني. الحمد لله على كل حال. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بلا بيا، كنتوا بخير، كنتوا زعما بلاصتي غتكون بقات قداس زعما. المهم توحشتكم بزاف بزاف. شكرا بعدا، اول حاجه شكرا لاي اخت سولات فيا، اي اخت حست بلاصتي بخوات. والله الا فيا البكيه اقسم بالله، لان هادشي ماشي ساهل بالنسبه ليا، ولكن الحمد لله على كل حال. المهم البنات، قلت غنكون ندير واحد الفيديو باي طريقه، حيت ما عنديش كيفاش غنصور الفيديو، التليفون خسر ليا البنات. المهم انا عندي ديك التريبي ولا الرينغلات خاسره، بعدا قبل ما نشرح لكم نقول لكم عندي خاسه مهرسه، وكنت وريتها لكم اخر مره، قلت لكم راه غير كنعدي بها وصافي. بنتي كتمشي للمدرسه ما كنلقاش هكا اللي يهز معايا ولا شي حاجه، فما عندي ما ندير. صافي البنات، قلت هكا غادي، المهم قلت غادي ندير واحد الفيديو كيكون زوين، نكون ندير فيه التخمار. كنت باغا نصيق بزاف الحوايج، عمرت واحد الصل ديال الماء، اصلا تليفوني البنات واخا دق. اخر مره كنت ديتو عند المعلم، قال لي واش كتصوري به شي حاجه، عادش موراها قلت لي راه عندي يوتيوب، قال لي التليفون راه عطيتيه الدق بزاف وكتجمعي فيه تصاور بزاف فيديوهات بزاف، قال لي التليفون عطيتيه الدق بزاف وكان صايبو ليا. المهم ما عيناش، ماشي هذا هو الموضوع. المهم بقيت كنصور البنات، وحتى جا البنات هكا فوق ديك ديال التد، درت ليه واحد القريعه ديال الشوكولاط خاويه ديال الدجاج، وما يجي البنات غير في السطل تاع علبه. الحمد لله فيه جافيل، فيه تيدا كحت، كنا باغا ندير فيديو نصيق، ما كاين حتى شي واحد في الدار من غيري. الحمد لله على كل حال، جبدته البنات، غوت بكيت والو. ما بغاش يتشعل في الاول، شويه ديتو عند المعلم، غكسيت العشيه مشيت صاوبوا ليا بعد تشعل شويه، عاوتاني مشيت للدار قال لي غير سيري قالك راه، المهم قال لي راه غادي يبدا، المهم غادي يخدم لك راسي ديال شنو بغيتي ديري بيه ديري. بحال ما جيت للدار عرفتي شنو نقول لكم، دوزت واحد تقريبا واحد 3 ايام بعدا شنو نقول لكم البنات، راه وليت ساكنه عند المعلم، ولكن ويا المعلم راه ما عندي ما ندير لك انا، صافي سي شوفي اش ديري، ولا صبري حتى نهار الخميس ولا الجمعه ونطلع لك سميتو كيقولي ضرب غلف. قال لي ما هنا راه صوبت لك انا جوج المرات، قال لي راه والو. المهم البنات، بدا هذا الفيديو اللي غادي تشوفوا راه مصور قبل، راه كان عندي قديم، راه كاين اللي غتويدوني الفيديو قديم البنات، راه ما نقدرش نصور، خدام ليا الواتساب خدام ليا، ولكن الكاميرا فيها شي مشكل والو البنات، كان كتخرج بوحدها وفيها بحال صافي مضبوبه ما بقات كتبين والو. ف قلت اشنو غندير، ما يمكنش البنات نشد التليفون عند شي واحد ندخل في الكونت ديالي عاوتاني، راكم عارفين بزاف الحوايج. هو شوفوا كاين بزاف اللي كيدوني واش نجيو عندك عطيك التليفون وكتخدمي به، ولكن لا شوفوا البنات راكم عارفين اللي كاين صافي. فقلت غادي ناخذ شي فيديو كقديم غير باش نهضر مع البنات هكا ويعرفوا علاش الدنيا غابره. والله البنات ماشي لخاطري وفي الصراحه البكي، لانه والله العظيم كنت محتاجه لهاد القناه زعما في هاد الشهر اللي كلشي كيدوني، راه هاد الشهر غتقدري تخلصي فيه، تقدري تاخدي فيه واحد الخلصه اللي هي زوينه، لان هاد الشهر بالضبط واخا تكوني من دوك القنوات اللي طايحين وما كيدخلوش لهم هكا الارباح، هاد الشهور بعدا راه كيكون فيهم الارباح، هاد الشهر 10 هذا، ولكن الحمد لله على كل حال ربي كبير، ديما الواحد يقول ربي كبير وما عرفتش علاش ربي دار ليا هكا غيكون سبب. فالمهم البنات جبتو للدار كنبغي نصور به، والو كيعاود يخرج ويدخل، رجعتو ليه قال لي راه ما عندي ما ندير، قال لك الا صبرتي نهار الخميس ولا الجمعه راني صابر دابا البنات، قال لي ندير لك هذاك ونشوف. وانا عاوتاني المهم راجلي قال لي ما تثقيش تدي تعطي تليفون لكلشي واحد بوحدو، راه يقدروا يحيدوا لنا شي بياسه هذا. فدخت دابا البنات دخت، والصراحه التليفون البنات اصلا واخا دق المعلم قال لي واخا دق، قال لي راه طيب. المهم فيه انا بعدا كنصور البنات فيديوهات وما كنسخاش نمسحهم، فيديوهات اللي كنحط ما كنسخاش نمسحهم صراحه. ايوا هذا ما كان، المهم البنات تسمحوا لي راني غير في واحد الجريده دابا كنمونطي، الحمد لله قلت غير باش نبدل حتى الجو هكا ما نبقاش غير خانقه راسي ومرضه راسي على والو. ما شاء الله البنات راه لي 10 ايام وقيله اليوم، وجات صعيبه بزاف، ما سهلاش ما سهلاش. والقناه ديالي راكم عارفين البنات الا غبرتي عليها غير واحد المده راه كطيح. نتمنى ربي البنات انكم تدخلوا هذا الفيديو، الله يجازيكم بالخير. وقيله اول مره المهم نهضر بهذه الطريقه، الله يرحم لكم الوالدين، اي اخت كتبغي دنيا الله يجازيكم بالخير. بغيت نبكي الصراحه، ولكن المهم الحمد لله على كل حال، حيت صراحه البنات محتاجه لهاد القناه بزاف بزاف، وكندير فوق من جهدي، ولكن الحمد لله على كل حال للضروره احكام. نتمنى يا ربي اي اخت كتبغي دنيا كتبغيني باغاني نوصل ان شاء الله، باغاني ندير بزاف د الحوايج في حياتي. الله يجازيك بالخير اختي، ما دعميني بالضبط في هذا الفيديو هذا، بارطاجيه بزاف لان مشاو ليا ثاني السوايع، مشاو ليا بزاف ديال الحوايج، لان راه ما شاء الله 10 ايام كلشي الاسهم هودو. يلا بديت كنقول الحمد لله بدات كتطلع لي شويه مشاهده. فكنتمنى اي اخت كتبغيني، اي اخت كتبغيني تبارطاجي هذا الفيديو هذا، وديري اختي المشاهده الكامله، واخا راه يكون قليل يقدر يكون فيه شي 10 دقائق هكا ولا شي حاجه. المهم قلت هكا البنات درت معكم هكا واحد الفيديو روتين هكا اللي كان قديم عندي، درت هكا واحد الحريشه
قلت بارطاجي معكم صافي. اما راه ماشي فيديو كل مصوره جديد ولا شي حاجه، راه كان عندي قديم وغندير ان شاء الله واحد الحريشه وغنعمرها كوبري ريد ديال اتاي. المهم ان شاء الله اللي كانت راه غنبارطاجيها معكم. وانا هذا الفيديو اصلا درته غير باش نطمن البنت، لان بزاف تخلعوا عليا ما شاء الله بزاف، ما غاديش نقول الاسماء حيت كيتقلقوا كيقولوا كتجبدي سميه وما كتجبدي سميه، ولكن ما شاء الله كاع البنات حسوا حسوا بلاصتي خوات. كلشي كيقول لي دنيا فين غبرتي ديري اي حاجه، كنقول لهم راه التليفون خاسر. انا ما كرهتش، راه غير مني بعدا الحمد لله بعدا ملي صايبوا لي المعلم انني غندوي بعدا هكا معاكم هكا في الواتساب، راه الحمد لله راه ما صافي. راه قلت انا ما غيبقاش خدام صافي، قلت انا فاش طاح في تصل تاع الماء صافي قلت والو. خالتي كريمه مسكينه اتصلت بيا قالت لي ديريه في الروز، درته في الروز عطيه البنات والو ما خليت فين درته زعما، الحمد لله على كل حال. المهم هذا ما كان البنات، وما عرفتش بغيت نقول لكم شي حاجه اخرى. ها بزاف قال لي وسيري صايبيه وسيري صايبيه وصوري. المهم راه صايبته جوج المرات كنديه وكنعاود نجيبه، ولكن والو ملي كنجيبو ما عرفتش علاش واش. المهم معلم قالك انا راه كندير اللي عليا، قالك راه هذا المصايبه اللي كنصايب الناس راه هي اللي صايبتك انت. ايوا الحمد لله على كل حال البنات، والله الا عرفتي سبحان الله العظيم. شوفوا ما غاديش نقول لكم، شوفوا كاين اللي ما غيحملش هادشي اللي غادي نقول لك بدنيا، ما تقوليش بحال هكا. ولكن الصراحه البنات فين حتى كنبغي نربي الريش هكا وكنقول الحمد لله غادي نمشي ان شاء الله في واحد الطريق هكا وكتوقع ليا شي حاجه. الحمد لله على كل حال، ولكن الصراحه صراحه ملي نقول لكم فين ما كنبغي نزيد القدام كنرجع جوج خطوات للور، ولكن الحمد لله اي حاجه كتوقع لينا تكون غير تكون غير من عند الله مرحبا بها، ما تجيكش من عند العبد، لان من عند العبد كتكون واعره. اما الله الحمد لله ما كيأديناش وما كيضرنا حتى شي حاجه. المهم البنات ما غاديش، المهم نتمنى يا ربي انكم تزيدوا تبارطاجيو كل الفيديوهات غير القدام تفرجوا فيهم ياك ما تطلعوا السوايع، لان السوايع طاحوا ليا كاملين. صافي هذا والله العظيم ما عرفتش انا كيفاش كنهضر معكم، ولكن راه تحسوا بيا لان هذا اليوتيوب اعتبرته خدمه ومعتبره بزاف ديال الحوايج ناويه فيه بزاف ديال الحوايج. ما جيتو درت اليوتيوب تراكم عرفتوا حياتي وعرفتوا قصتي وعشتوا معايا الحاره والحلوه وفهمتوني، فما واخا نبدا نعاود لكم كيلاش نبقى نعاود لكم شي حاجه اللي في الماضي، ولكن نتوما غتفهموني فما بغيتش نخسرها. والله العظيم اسمح لي اني طامحه فيها، واحد النهار طامحه فيها غادي تطلعني وغنوصل حتى انا وغندير بزاف الاحلام اللي كنحلم بهم في قلبي. فملي كنغبر عليها كنقول صافي مشات لي هاد القناه صافي، وخصوصا ان راكم شفتوا البنات ماشي شي قناه اللي طالعه بزاف. فالحمد لله على كل حال. وواحد الحاجه اخرى اللي بغيت نقولها، واخا راني صراحه كنت مجده وكنت بغيت نقول لي بغيت نهضر على اهل ديال غزه فلسطين مساكن اللي واخا المهم لاني كنت متالمه بزاف. وسبحان الله النهار اللي كنت باغا ندير فيديو ونهضرت انايا ونقول لكم راني مألمة، حنا كاع مألمين من جهتهم وحنا هذا، خسر لي التليفون وبقيت بقات لي الغصه في قلبي. ولكن كنحط الانستغرام، انستغرام كنحط فيه تصاور ليهم عندي، فالله يدير لهم تاويل الخير يا ربي. وحنا معاهم الحمد لله يا ربي، حنا كلنا مسلمين. ولا ملي كنشوف شي حاجه هكا كضرهم حتى انا راه كضرني، حتى انا كنتالم ملي كنشوف هكا الوليدات الصغار داك الشيء اللي كيوقع ليهم، فكنتالم بزاف. والحمد لله على كل حال، والله ينصرهم يا ربي، الله ينصرهم على الاعداء يا سيدي ربي، والله يغلبهم عليهم. المهم هذا ما كان الله يوقف معاهم، والله العظيم ما باليد حيله. كنشوف داك الشيء كنشوفو حنا كلنا ماشي غير انا، قلبنا كيتقطع ما كنعسوش. انا بعدا مابقاش عندي طعم ديال الحياه ملي كنشوف دوك الاطفال كيتعذبوا في المرتبه ديال بنتي. التربيه اطفال يلاه مزيودين باقي الحيمه كيموتوا مساكن، فالله يدير لهم تاويت الخير يا ربي. وحنا راه الا ما قدرناش نعاونوهم غنعاونوهم غير بالدعاء، الا دعينا معاهم في الصلاه ديالنا وبزاف الحوايج فراه اكيد غير الدعوات ديال الخير ديالنا راه كافيه ليهم، وربي راه غينصرهم، ربي ناصرهم الحمد لله، ربي ناصر الاسلام وربي ناصرهم والله يوقف معاهم. المهم بس صافي درت انا واحد الحريشه، المهم غير باش نعمر لكم فيديو صافي درت واحد الحريشه هكا. المهم حيت بعيد داك الشيء اللي كان عندي كامل كما شفتوا، ودرت واحد الحريشه هكا للكوتي غير باش نديرها وصافي. راكم عارفين غير باش نعمر الفيديو، ما راه ما مصورش هذا الفيديو، هذا الفيديو كان عندي شحال هذه راه البنات غيعقلوا عليه. غير بزاف كيدوا ليا ديري شي طريقه ما عارفين بان اليوتيوب الا غبرتي غير نهار ولا يومين راه صافي صافي راه غادي صافي القناه كتبدا. فالحمد لله والله العظيم كنقولها كيضرني قلبي بزاف والله، انا محتاجه لهاد القناه بزاف بزاف فوق ما كتخيلوا.
الحمد لله على كل حال، الحمد لله. والله حتى بكيت البنات البارح، البارح صافي جاتني واحد الهستيري ديال البكا صافي. صعيب عرفتي شنو هو البنات؟ الصعب حاجه هو يخسر لك التليفون. المشكله انا التليفون هذا اللي عندي هو اللي داير فيه كل شيء. بحال دابا مول التليفون قال لي واش عندك غير هذا، زعما ما كتستعمليش شي بيسي شي حاجه؟ قلت ليه لا، قلت ليه كل شيء فيه. قال لي اصلا راه هو بالنسبه لهاد الطريقه اللي كتقولي انت راه صعيب الحال ان عندك كل شيء غير في هاد التليفون. قال لي ديما خاص يكون عندك مثلا خزنه شي حاجه في تليفون اخر، في شي بيسي شي حاجه. قلت انا عندي غير هذا، قلت ليه هو اللي كنخدم به، هو اللي كنهضر به في التليفون، هو اللي كندير به كل شيء. فقال لي راه ما ساهلاش. قال لي اش نهار يطفي وقفاش غديرك هو دابا طفالك هو شعل. قال لي من هنا لغدا ما تيقيش فيه مازال هاد التليفون. والله الا بلاتي الحمد لله على كل حال، ما عنديش زهر سبحان الله. في التليفونات ديما كيوقع ليا هكا، في الاول كان كيطيح ديما راكم شفتوا، ولكن موراها المهم هذا ما كان. المهم البنات صافي، غير قلت كنعاود لكم ومنها كندير في الحريشه ديالي. المهم انا قلبتها، ها انتم البنات كيفاش قلبتها، طابت من ديك الجهه وقلبتها على هذه الجهه عاوتاني. ايوا صافي هذا ما كان، ها انتم ها انت. قالت لي اسراء نشوف كيف جات الحريشه، جات صراحه البنات زوينه. المهم هذا ما كان، نتمنى يا ربي نتمنى نتمنى نتمنى. واخا عرفت راسي قلت في هذا الفيديو بزاف ديال الهضره، هضرت بزاف بزاف لان راه ما ساهلاش، راه تقريبا 10 ايام ولا غابره، راه ما ساهلاش. وديك وكثرت لكم من المهم، المهم راكم عارفين قلت لكم ملي كنكون متوتره ولا وقع عليا شي حاجه راه كنبقى نكثر غير من المهم، ولكن ياك البنات راه كتفهموني وكتحسوا بيا. فالمهم البنات هنايا صافي طاب ديال الحريشه ديالي، غادي نحط ان شاء الله الكبريت ديال اتاي. وهنا الكوزينه راه بعدا احد كتفكرت، بغيت نقول لكم الكوزينه غتشوفوها هنا، راه ما حولتش، راه باقي الكوزينه فين هي؟ غير هو الفيديو حيت قديم، راه هنا فين غتفهموا ان الفيديو راه ماشي مصور جديد، راه عندي فايت مصوره. غير هو ما لقيتش البنات شي بديل، وبزاف صحاباتي وكا في الواتساب اللي عطوني هذه الفكره، قال لي شوفي شي فيديو دنيا قديم وحطيه باش ما يبقاش طالع، باش يطلع لك ماشي كيقول لي هذاك راكم هاد اللحظه ما شديوش عليا. صافي البنات عمرت الكبريت ديال اتاي حريشه، حتى تكشف ديال الفرماجي ان شاء الله غادي نحطو حتى هو. وعطيت الفيديو والله البنات الا دايخه وما عجبنيش، ولكن ماشي ما عجبنيش، بغيت ديما نحط لكم الجديد، ولكن عذروني صحاباتي. واللي غيبغي دنيا راه غيطلع اي فيديو حطيته، اللي كيبغيني وبصح وباغيني نوصل وباغيني ندير بزاف د الحوايج اكيد غادي يعاونني في اي كيما انا وكيف ما انا كيف ما كان. الحمد لله على كل حال. والتليفون كما نعاود نقولها لكم راه صايبت جوج المرات، عرفتي طلعت به المعلم، عرفتي خسرت عليه الزباله ديال الفلوس، طلع نزل طلع نزل. فقال لي نهار الخميس ولا الجمعه قال لي رديه ليا ملي نكون غادي. قال كان ما عرفت واش نمشي معاه انا ولا نعطيه ليه. المهم انا المهم كنثق فيه. غير هو راجلي قال لي زعما عندك هو ماشي هو هذاك اللي غيديه ليه، حيد ليه شي فيس ولا ماتكي. المهم حيت كاين شي واحد الله يهديهم اللي كيحيدوا لك الحاجه كتديها لهم زوينه وكيحيدوا لك ليها البياس الزوينين وداك الشيء. فانا دابا ما عرفتش شنو غادي ندير، تلفت 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 البنات. والتليفون اليوتيوب هو التليفون، لا ما كانش داكشي التليفون هو اللي زوين زعما هو اللي كيصور مزيان اولا تبقى تشارج. هذا راه كتشوفوا دابا انا ما عنديش غير التريبي وكنت واحله، وهذا الشيء البنات والله الا سبابي هي التريبي صراحه، سبابي هي التريبي تهرسات ليا. وكنت كنقول غنشريها اليوم غدا اليوم غدا وما هدانيش الله نشريها. وملي حطيت فيها البنات الباع صافي، ملي خسرات ليا في خطره حطيت فوق القرعه ديال التيت وديال الشوكولاته هو يطيح ليا في السطح. فانا عارفه راسي كنقول دنيا هاد التليفون شي نهار غطيحيه، دنيا هاد التليفون راه كيطيح ليا ديما شي نهار غادي يمشي. سبحان الله العظيم من الحاجه ملي كتقوليها بعض المرات صافي. والله انتم البنات كيفاش جات الحاجه صراحه جات زوينه. المهم دابا نحط ان شاء الله بريد ديال اتاي ونحط لكم هذا الفيديو ان شاء الله، نتمنى يا ربي تفرجوا فيه. عارفاكم كتبغوني، عارفاكم غتحسوا بيا، اي كلمه غنقولها غتحسوا بيا حيت فاهمين كل شيء. والله العظيم باش من خاطري شنو نغبر، عمر دنيا غبرت 9 ايام. كنت كنقول لكم ديما نهار اللي تشوفوني غبرت حتى هاد الايام الا غبرت عرفوا راه شي حاجه واقع لي، باش اني غادي نغبر غير هكذاك راه ما نقدرش، لان هاد القناه ما غنطلعها باي طريقه ولكن بما يرضي الله، ماشي باي طريقه ندير شي حاجه خايبه، بغيت نطلعها باي طريقه ولكن بشي حاجه زوينه نقيه، شي حاجه اللي زوينه شي حاجه اللي نقيه، اللي ملي تكبر بنتي بدا نشوف فيها نفتخر اني الحمد لله دايره فيديوهات نقيين داكشي نقي. وهذا ما كان فهدرت هاد، شوفوا اليوم ديال الهضره عطيتكم الهضره، طبخت لكم راسكم بالهضره ولكن ما عندي ما ندير صافي هذا ما كان. المهم بغيت نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما عرفتش امتى غادي يكون جديد صراحه، واش غدا واش بعد غدا واش، المهم على حسب تصايب لي التليفون حيت بزاف اللي ما عرفنيش. المهم اتصلوا بيا تبارك الله مع شي 10 ديال الناس، والله اتصلوا بيا منهم خالتي كريمه، منهم بزاف منهم ورديه طنجه تحيه ليها لانها مسكينه كل ساعه قالت لي دنيا راه بزاف هادشي غبرتي بزاف. سميتها ماجده، ماجده وقيله خمليشي، المهم كنية بحال هكذا حتى هي سولات فيا مسكينه بزاف بزاف، الا قلت الاسماء غيتقلقوا مني. وغنقول لكم شكرا بزاف وما تخلاوش على اختكم دنيا، راه والله العظيم ما خصنيش نقولها كل انا اللي كاين غيقول شي حاجه خايبه، ولكن محتاجه لهاد القناه فوق ما كتخيلوا.